احنا دربنا عليه، هلا راح ادلك اياه اخر مره. اوكي يلا. الذهب يروي لنا حكايات روشين، قصة الشغف الحقيقي للجودة. الذهب يروي لنا حكايات روشي، قصة الشغف الحقيقي للجودة، الخبرات العريقة والإبداعات الراقية. الخبرات العريقة والإبداعات الراقية. هنا ولد روشي من حبات البندق الفاخرة وأجود أنواع الشوكولاتة. هنا ولد روشي من حبات البندق الفاخرة وأجود أنواع الشوكولاتة. لا، هي بدها تكون سحبة وحدة. وأجود أنواع الشوكولاتة، ليكي استخدمي الرياكشنز هون كمان، مثل ما أنا كنت عم أقول لك أول شيء، قلت لك إنه هون بهذا الإعلان الشخص اللي بده يسمعه لازم يروح يشتري الشوكولاتة دغري، لازم تغري. يعني هون أنت بدك تكوني ذكية، أنت بدك تدلعي شوي بعم يروح يشتري هي الشوكولاتة، يصير عنده فضول إنه بده يجربها، بدك تحسسيه إنه هي الشوكولاتة من ذهب. فيريرو روشيه، عطاء من القلب في قالب من ذهب. لكم الخبرة العريقة وجي الخبرة العريقة والإبداعات الراقية، حسسي بالرقي. تمام، هنا في تأكيد، هنا ولد روشي. تكسري برستيجك. هنا ولد روشي من حبات البندق الفاخرة وأجود أنواع الشوكولاتة. اي بس بدنا ننتبه عليا انه نحن ما كمان اوفر، نعرف نحن امتى بدنا نضبط هذا الشيء عشان ما يصير في اوفر بالادب. الذهب يروي لنا حكايات روشي، حكايات حسسيني انه هي فعلا جمع حكاية، حسسيني انه هي حكايات طويلة وقصص من المغامرات والشغف والعشق والغرام للشوكولا. الذهب يروي لنا حكايات روشي، هون عندك الذهب، بعدين عندك يروي، حسسيني انه يروي. قصة الشغف الحقيقي للجودة، الخبرات العريقة والإبداعات الراقية. هنا ولد روشي من حبات البندق الفاخرة وأجود أنواع الشوكولاتة. الذهب يروي لنا حكايات روشي، مو حكايات، ويت ويت، لا مو حكايات روشي، لا هيك عم تأوفري. الذهب يروي لنا حكايات روشي، ايه مو حكايات روشي، قلت لك اطلعي من التهجئة، حكايات روشي، قلت لك ما افليها افليها افلي افلي للتون. الذهب يروي لنا حكايات روشي، وقفنا تمام. بعدين قصة الشغف الحقيقي للجودة، الذهب يروي لنا حكايات روشي، لا اعطيني اياها تون وحدة. الذهب يروي لنا حكايات روشي، هذا الذهب بيروي حكايات روشي، ما تحكي لي اياها كقصه، انه الذهب بيروي لنا حكايات روشي، مثل ما قلت لك هون في عندنا نحن اللام الشمسيه واللام القمريه اللي اخذناهم نحن بالابتدائي للجوده، هي اللام غير اللام تبع الشوكولا. الشوكولا بتقولي الشوكولا، ما بنقول الشوكولا، هون ما بنقول الجوده، ما بنقول الجوده، ما بدي اياها هي تبع هنا، لا اعطيني اياها هي باغراء. هنا ولد روشي، هنا ولد روشي، اي اوكي لا بس تمام. عطاء من القلب، اي عطاء، في عنا تنوين على الهمزة، عطاء من القلب في قالب من ذهب. هون فينا نستخدم اكثر من اسلوب، تمام هيك، يعني مثلا فينا نقول عطاء من القلب في قالب من ذهب، او فينا نقول عطاء من القلب في قالب من ذهب. تمام، يعني يا اولا ببطئ يا اولا بسرع واخرا ببطل. انت بتقيمي، ها كيف المعلق الصوتي بيقيم جمال التعليق، لتكون اذنه سماعيه، عم يسمع حاله، عم يسمع التون تبعه، عم يسمع اداؤه، بس يقتنع فيه خلص اوكي. فانت بدك تعطي اعلى ليفل عندك، يعني اجمل ما لديك بدك تحطيه بالتعليق الصوتي، فعنيك انت عم اقول لك اسمعي حالك دائما.